ازيكم يا محبي الابراج، يا رب تكونوا بخير. توقعات الخميس الموافق 16 مارس 16 اذار 16/3/2023. الجزء مننا هيبتدي يستعد النهارده لاخبار حلوه جدا هتفرحه. هيلاقي كتير النهارده اخبار حلوه من الرجال عندكم في اسرتكم بشكل عام. هتبقى بتتاح عندكم لشؤون اسرتكم فرصه حلوه عشان تتطوروا بشكل كويس بالنسبه ليكم كلكم، لكن كل انواع التجارب اللي عندكم تعتبر مش متوقعه. خلال اليوم ده هتعرفوا تنخرطوا في كتير من الممتلكات والامور المنزليه اللي بتبقى فيها ناحيه ماديه شويه. هنطمئن شوية لكل المخاوف اللي ممكن نلاقي ليها حل في اليوم ده بشكل كويس. هيجيب لنا سلام تفاؤل في كل تطورات في شؤون حياتنا وخطتنا الحالية. بالنسبة لينا النهاردة هيبقى في تعلق حلو جدا لجزء من الناس عندنا بالجيران اللي عندنا. هيجيب شوية تغيرات في الشغل هنعيش فيها، ايا كانت التغيرات المرتبطة بينا مش هتخضع لتصحيحات كتير. احنا على وشك اننا نعمل محادثة حلوة فيها تجربة بتتعلق بطفل او شاب في اليوم ده. هترجع علينا كل الافكار الحلوة دي وكل الخطط القديمة اللي ما كانتش بتنجح قبل كده لسبب مهم النهاردة هتبتدي تنجح. هيكون مهم جدا. هيبص لينا برج الحمل لحياتنا بمرح اكتر وهنحافظ على مزاج ايجابي جدا لينا. هيجيلنا باخبار حلوة اجتماعيا اكتر من الاشخاص اللي حوالينا. بالنسبة لينا في اخبار حلوة بتتعلق بشخص احنا عارفينه. هنقع في مواقف كتير مش ولا بد، لكن هنعرف نتخلص منها. جزء مننا برضو هيبقى في جزء مننا هيبقى في عنده اهتمام بوسائل الترفيه اكتر، عنده اثارة اكتر في اليوم ده، لكن في شوية مسؤولية شوية مهمات هتطلب مننا اننا نحافظ على صحة اطفالنا ونهتم بيهم اكتر ونفكر في اليوم ده بمشاعر تعتبر مش متوقعة بالنسبة لينا. هتبتدي تتعلق بالمغازلات بالمصادقات اللي هتبقى فيه جديدة من خلال مواقع كتيرة بتحظى بشهرة اكتر، فإننا نعرف ناخد القرار المهم ونعرف نجربه بشكل مثالي اكتر. وجزء مننا برضو هيبقى في ناس بيميلوا اكتر انهم يبقوا خايفين انهم يحددوا حاجات معينة يرتاحوا فيها. هيكون مهم اننا نحاول نتجنب كل انواع الاكاذيب مهما كانت الاسباب اللي بتؤدي ليها. في شوية زيارة النهاردة من اصدقاء ليك هتعتبر مش مناسبة ليك مش في وقتها. النهاردة هتكون مبسوطين بالمادية اكتر، اخبارنا كويسة تبقى في طبيعتنا في بيتنا اكتر، مش هيجي لنا نتائج كتير، في نجاحات قدامنا في الطريق اللي جاي هتفيدنا بشكل كبير، لكن هتبتدي تتصاعد لحظات فيها توتر في بعض الاحيان. هيكون مهم اننا نهتم بنفسنا خاصة ان لو كنا بنحس باي ازعاج في جسمنا. وجزء تاني من الاشخاص اللي عندنا هيكون عندهم شوية اسباب نكون بيها مبسوطين. في تطور في شؤوننا المالية اكتر باننا هيختلف طبعنا على كل التوقعات اللي عندنا السابقة، وازاي هنتوقع نبقى واقعيين اكتر. يومنا فيه معجزات حلوة، هتكون فيه احداث لازم نبتدي نحقق فيها في اليوم ده. هنتوقع اننا بنتأكد من غرضنا ودعواتنا في اليوم ده هتعتبر مثالية. هنكون في قوتنا في الحب في كل شؤوننا اللي تعتبر مادية. اخبار كتير هتتعلق بمؤسسة بتربطنا بيها علاقة وثيقة جدا جدا في الفترة دي، لازم نبقى مستعدين عشان ندي نفسنا تجارب مختلفة لكل امورنا العائلية ولكل امورنا وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.